بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مانتا ومال مرغالي حكا دقان كايا مرغالي وحكا ديوتي إلى إجرنا ذاك ورابي دم بغيتي دم بغيتي الله خديجة عبد الله دليس يكو ديوتي ذلك كندا خديجة عبد الله دليس إن ماشي شمس أبو بكر وقوي صوماليا مركين كوريس كهستي أي كويو لبي كوتن كي أي بلوضي كبدي كوفر تكبلوضي تليان أسوى هستي هسا كبد أوهست أوه هسا أوهريسي خديش عبد الله دريس أيهاي إن مجتمع صوماليا لن أيان ملك السيشوغار أيان تعسي أريان وقت عسيرين يا خديش عبد الله دليس خديش عبد الله دليس إن خوف كصاب سو وفهمه فنكو ودقن كصومالي دوي إن دقن مريكان ماهن دقن شرق البلد ماهن دقن ودقن صوماليات ودقن إسلامية يعني وحنا تعسيرين يا كبر ناس كبر صوماليات فلنا ده وناج كو هيستا شرطه دتك كبد بايس ايي واخ ولاغسن كو هيستا واخ خونا دتك اي كاريبتا خديش عبد الله الدريس ان امد ولي بوليهن تدو هيسا هيسا تد با و هيسين دنبيهن هيسا امد و هيسا وا ليداي خولها لو هيسا بطا لو هيسا اي لودا لو هيسا اريغا لو هيسا ویرا لو ہے سا روب کا لو ہے سا پیرتا لو ہے سا یعنی دغن کو ایے کمتا وخی وخن کو سمیا دبگود ایے گالے وخی وخ ونا کو سمے الہ با اجر کسینے دغن کو اساس وخن کا تعسینیا فنانتی سومالیت دغن سومالیت اے مسلم اسلام کا ہیستی سومالیت او دمانتود وخن کا تعسینیا خدیجہ عبد اللہ دلیس خدیجہ اللہ ان حریستانو صدق لخدنکی ayaa anigu kawdi gacanta ay qabatay way raad mudasho ay keentay ee ugu geesir ma gelisay inaan heeso ugu geesir ma gelisay inaan heeso ee khadiish abdullahi dareys waxay ahayd hormoodka koofurta soomaaliyeed oo dhan gabadhi u ahayd muraayada ayay ahayd sida سمس أبو كرائم رايادة وغوية واحد واقي إسعمار أيضا واقي تليانك هالكساس واحد طليس هسا هو الدنيا هسا إسكسولوين هسا هو مبتك عنت هسا هو حوى الأكسان هي قادة جرت هسا هو فتحة هسا الله نيكيو هي هاد اللي قوش لما هي قادة جر إلهي جرت هكو رابي ومد الصوماليات ميركسي تشوكتو خديش عبد الله دريس الله نحرسته وين يعني الله وين أبريان الله نحرسته دقن كي يهمر رهيت إنا لله وإنا إليه راجعون خديش عبد الله دريس إلهي هون نحرسته هلا ذي هي قرابة ذي هي أصحاب ذي هي فنانين تسوى ماليات الدنيا دعلة ذي ذا كوكرنول ayaa nagu tacsiinaya aan madaxa Cabdullaahi Dalays waxay ahayd fanaaniintii ugu waaweynay dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya Shams Abukar Gudud Carwo ayaa waqooyiga fanaaniintii ugu waaweynayd ahayd Soomaaliyana ugu waaweynayd waa gabadhii ku xigtay ee koonfurta iyadana ka ahayd fanaaniinta weyn gaar ahaan radio muqdisho fanaaniinta ka tirsanayd intaan waa beriba loo bixinin fanaaniinta waxaan gaar ahaan ugu tacsiinayaa fanaaniinta soomaaliyeed maadaama ay fanaaniinta ku weyn ahayd ilaahay ha naxariisto jannadii firdowsi ilaahay ha geeyo fanaaniin lagu qaali ah ayaa ahayd maanta waa nooga duwan tahay maalmaha kale xagga murugada markaan fiirino
مارياها عبد الكريم فرح غاري عبد الكريم جير أيها هذا الكذي أقول هذي إدلي أو يجي كان آت يجي كان أنو فرانتي قد كده مبانها إلهي جنة ذي هجي مر لبات إلهي جنة ذي هجي مر صدحات إلهي جنة ذي هجي مر صد مر أفراد ما دام أي هاي تقفت بعد وناكسن لغن كذي مر كان فيرون لغن وناكسن بوها قف إسلام هاي إلهي وعن كبرنا إنه جنة ذي فردوس وجي إلهي وعن كبرنا جنة ذي فردوس وجي وحان الصومالي ذو إذل أن الشيخية إنه معناها قلوا لها واقريان إنه قرآن كواقريان ما دام يقف عن هيد والدنيات هيد هالجماعة هيد قبل ما دون كي قميسي كترانيا فنانين ثلاثة قال ميسا هيد حان الشيخية إنه معناها كعاونان كساعدان قرآنك إلهي إنه كساعدان.